السلام عليكم. حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي والصاروخ الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أن حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد عن قصفه مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كليع في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ. وقال الحزب في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:35 دقيقة فجر يوم الأحد 14 أبريل 2024 مقر الدفاع الجوي والصاروخي ثكنة كليع في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ كاتيوشا. وأفاد مراسلون فجر اليوم بأنه تم إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الشمال الفلسطيني المحتل، وذلك تزامنا مع هجوم إيراني بمسيرات وصواريخ على إسرائيل ردا على استهداف قنصلياتها. وأشار مراسل إرتي إلى أن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان. الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.